شاركت الهيئه الوطنيه لعلوم الفضاء عن بعد في ورشه استخدامات التقنيات الصوتيه في توصيل البيانات الفضائيه لدعم الابحاث العلميه المتصله بالفضاء والتي عقدت بالعاصمه النمساويه فيينا. هذا وشارك عدد من منتسبي الهيئه في الورشه المخصصه للباحثين والمعنيين بجوانب التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس التنفيذي للهيئه الدكتور محمد ابراهيم العسيري ان التواصل الصوتي الذي يستخدم فيه الصوت غير اللفظي لتفسير البيانات وتحليلها وتوصيلها يعد اداه قويه للوصول العادل الى علوم الفضاء واتاحتها لكافه الباحثين واضاف العسيري بان الافكار والمعلومات التي تم جمعها خلال المناقشات التي شهدتها الورشه ستفيد في اعداد التقرير الخاص حول الصوتنا كما ستعزز مساهمتها في حدوث زياده نوعيه في اعداد الابحاث العلميه الفضائيه ما سينعكس ايجابا على القطاع وسيعزز من مستويات الابتكار